السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مجددا في برنامجكم أحلمنا. تعودنا معكم في كل حلقة نحدد موضوع من الموضوعات في تفسير وتعبير الرؤى والأحلام. حلقة اليوم اللي حددها السادة المشاهدين على معظم الآراء التي جاءتني بأننا نتكلم على رؤية أعظم مخلوق على وجه الأرض، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي فيها الخير بكل المقاييس، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: من رآني في المنام فقد رآني حقا. رؤية النبي، اللهم أكرمنا جميعا برؤية رسول الله. رؤية النبي فيها الخير والراحة والسعادة والسرور. اللي يحب النبي يشوفه في المنام عليه الصلاة والسلام، واللي يحب النبي اللي يحبه يأتي إليه في المنام عليه الصلاة والسلام. الذي يرضى عنه الله جل وعلا يجيب له النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يكون عنده طاعة لله، طاعة ربنا، يرى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكون قلبه صفي وقلبه نقي وقلبه تقي، الذي يكون قلبه أبيض صفي نقي لا يكره ولا يحقد ولا يحسد أحد، يرى في منامه رسول الله. اللهم اجعل قلوبنا من القلوب الصفية النقية الورعة الخاشعة الذاكرة المطيعة لله رب العالمين، المحبة لله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا أول اتصال، إسراء، اتفضلي يا إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي حلم لوالدي. اتفضلي يا إسراء، تمري أمر. ربنا يكرمك يا رب. والدي حلم بعمتي وجوزها وتيتا المتوفين الله يرحمهم. حلم ان هو جايب بلوبيف وبيديه لعمتي عشان تعمله. فجوزها قال لها قومي اعملي البلوبيف ده، حطي عليه بيضتين واعمليه. بابا فوالدي قال لتيتا تعالى كلي معانا يما. قالت له انا زعلانه منكم ومش هاكل معاكم. واديت له 200 جنيه وقالت له ادي ال 200 جنيه دي لاختك عشان جابت لي بيها عليك. ووالدي خد ال 200 جنيه بس ما اداهاش لعمتي في الحلم. وهم الاثنين متوفيين؟ الثلاثة متوفيين، عمتي الأولى وجوزي. الأولى هناك أجر وثواب، وهناك يعني شيء عظيم وصلت إليه في هذا المكان. أما الثاني لما تقول إن أنا زعلانة منيكم، هي فعلا زعلانة منيهم، لإما مقصرين عليها بالدعاء أو الصدقة أو شيء من هذا القبيل، أو هناك أمور معهم، أمور غير مرتبة غير مهيئة بينهم، خلاف مثلا. وقيسي على هذا المنوال. تمام. طب عندي حلم أخير بس لزوجي. اتفضلي. هو كان قبل صلاة الفجر على طول حلم اللي أنا وهو اتخلينا مع بعض، وأنا قعدت عند أهلي 10 أيام. بعد كده كلمني قال لي أنا خطبت. بعد كده بيتكلم معايا فقال لي، قلت له احنا جبنا بنتين وان شاء الله الحمل الثالث، انا حامل دلوقتي في الثالث وان شاء الله باذن الله هيبقى ولد. قال لي واحنا جبنا بنتين؟ قلت له ايوه احنا خلفنا بنتين وان شاء الله الحمل الجاي البيبي الجاي ان شاء الله هيبقى ولد. انت معاكي اولاد؟ لا احنا لسه متجوزه بقالي 3 شهور. سيمن الله عليك بالحمل اولا. الشيء الثاني سيمن الله عليكما بالمحبه والالفه والسرور والتفاهم والميول والقبول. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحفظكما من شياطين الجن والإنس، والله أعلم. فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام دائما في
فرؤيا رسول الله فيها الخير. معانا بتول، اتفضلي يا بتول. ايوه ايوه اتفضلي. يا عم الشيخ، انا حلمت حلم، نعم. انا والدي متوفي، وانا حلمت ان هو متكتف من ايديه ورجليه كده بحاجه بيضه، تمام. ماشي زي لاسه كده، وهو تحت السرير، فانا بنسال عليه، فرحت لقيته تحت السرير اخويا بالاسم، بيبص لي اول ما لقيته بص لي ويضحك، وبعد كده فكيته وقمته، بيقول لي اخوك مكتفي. يا بتول، هو والدي قبل الوفاة كان يصلي يا بتول؟ انا والدي حافظ القرآن وحاجب، وكان خاتم المصحف كتير يا عم الشيخ. طب ايه اخبار الابن اللي هو كتف والده، ايه اخباره؟ هو مش عارفه، هو مش عارف. بص يا عم الشيخ، انا ممكن اقول لك في قصه كبيره كده، بس يعني ايه، احكي مع حضرتك ولا ايه؟ ما تحكيليش قصص، انا احكي لك القصه، وانا اقولها لك، وانا افندها لك واسردها لك. هو والدك زعلان زعل كبير وزعل عظيم جدا من اخوك. هناك امور مع الاخ، هناك امور مع الاخ تحتاج الى تعديل والى وعي والى ارشاد والى فهم. هو كده ممكن يكون زعلان مني يا عم الشيخ؟ زعلان زعل كبير. هو اخوك واكل حق الميراث ولا حاجه؟ هو انا ليه الشيخ، انا والدي متوفى، كان انا كنت متجوزه مرتين، وابويا بيع الذهب مرتين، فيعني اول جوازه باع الذهب وانا لسه مخطوبه، واتطلقت بسبب الموضوع ده. ثاني جوازه لما ما حصلش نصيب خدت ذهبي، بس طبيعي خده يعني صرفه في البيت، فلما جه يتوفى قال لي انتوا مش هتعرفوا تجيبوا لها ذهبها، انا هسيب لها الشقه اللي هي فيها هي وامها دي، بعد امها ما تتوفى هتاخدها. فامي اتوفت بعد بست شهور، فاخويا الكبير قاعد فيها، واخواتي كلهم مش راضيين يخلوني، وانا اتجوزت تاني، وبيقولوا لي لا انت اتجوزت خلاص، سامحه ابوكي في الدحر. انا ليا ذهبي حوالي 30,000 ذهب يا عم الشيخ، تمام كده وضحت الرؤية. واخويا ده وعند واخويا ابويا اللي انا حلمت بيه، ابويا بيقول انت مكتفي من ضمن المعارضين، بيقول لي انت سامحه ابوكي وسيب اخوكي قاعد في الشقه، مع ان اخويا ليه حته ارض المفروض يطلع يبني فيها. هي الامور كلها معجونه في بعض وملخبطه في بعض، فعليك انك انت تسامحي والدك الذي توفاه الله، واخوك هناك امور لابد ان هو يراجع حساباته فيها، والله اعلم. معانا انجي، اتفضلي يا انجي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا انجي ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي رؤيتين. اتفضلي قول اول رؤية يا انجي، ولو كانت قصيرة هقول لك قول الثانية. ماشي. وطي التلفزيون يا انجي. ماشي. كان في واحد متقدم لي من سنة كده واترفض. تمام. ورفضنا. رجع الكلام اتفتح تاني. كانت والدتي ماتت في الوقت ده. جيت يوم مولد النبي اللي عدى ده، استخرت ربنا. تمام. لقيت والدتي جالي في المنام بتقول لي يا تتجوزي يا تطلع عمر. قلت لها لا هطلع عمر. جات لي خلاص لو طلعت عمر ما تتجوزيش. قلت لاخويا في المنام، اخويا ده حي، والدتي هي اللي متوفي. تمام. قلت لاخويا انت قدمت له في العمره؟ قال لي ايوه والله، اهي حتى انت رمز النجيل. تمام. قلت له طب بس انا عاوزاها على رمضان، عشان بتاعه رمضان بتبقى حلو بس. تمام. كده ده دي رساله انك انت تقبلي للزواج وتتوكلي على الله ولا تترددي ابدا، وان شاء الله لو تم الزواج سيكون لك خير عظيم جدا. اسال الله لك التيسير وصلاح الحال، والله اعلم. فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، لما انت تشوف النبي بالهيئة بتاعته التي ذكرت في السنة وذكرت في كتاب حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يدل أن هناك عليك من الله رضوان، عليك رضا من الله. الله جل وعلا سيفتح لك فتوح العارفين،
ربنا هيفتح لك الأبواب المغلقة، الله جل وعلا سيجعل لك من بعد العسر يسر، ومن بعد الضيق سيكون لك الفرج عندما تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت النبي وحشاف النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى به صلاة جماعية، يدل أن من يرى ذلك في المنام الله جل وعلا سيقضي له أمر من الأمور. في أمر من الأمور ربنا هيقضيه، والله جل وعلا سيعطيه لمن يرى ذلك في المنام. وقيس على هذا المنوال، ده ليس رؤية النبي فقط، ده رؤية جميع الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كل رؤية الأنبياء فيها الخير. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا برؤية النبي. في ناس تريد أن تحلم أو تريد أن ترى رسول الله في المنام ولكنها لا تستطيع. ليه؟ لأن البنزين بتاعها قليل، عامل زي راكب عربية كده حط لها بنزين قليل جدا ومسافر اسكندرية ما يوصلش. أنت إذا أردت أن ترى في منامك رسول الله لابد يكون عندك الإيمان. ما أنت ما تحبش تقولش أشوف النبي وأنت عاقل الوالدين. معانا أبو مريم، اتفضل يا أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. ازيك يا شيخ، ازي حالك؟ الحمد لله أبو مريم تمام. حلمت يا شيخ قال أنا قاعد في مكان ففيه بقرة، البقرة دي زي ما كانت عيانة والناس حطها في النار. تمام. فكان فيه بقرة تانية زيها برضه، فالبقرة دي كانت نايمة جنبها، فالمهم أنا قعدت أقول يا ربنا يستر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم تلاقي البقرة بعد ما قلت الكلمتين دول راحت واقفة وجرت والناس يجروا وراها، وبعد كده في ست لابسة عباية بمبي قعدت تجري وراها برضه. ففجأة لقيت زي ما يكون جاي في تلفزيون أو في شاشة وكده، وبعد كده صحت منه. يا أبو مريم، أيوة، أنت معاك خلافات أو مشاكل مع حد؟ لا لا لا. في حد مزعلك طيب يا أبو مريم؟ في يعني في، ما هو يدل لي إن موضوع البقرة ده البقرة أبو مريم ربنا ذكرها في القرآن الكريم، وهناك آية في القرآن كاملة، آية في القرآن تسمى بسورة البقرة، والبقرة لها قصة عظيمة مع موسى عليه السلام. فأنت تعاني من بعض المشاكل أو الخلافات أو التعب أو النكد أو الهم، هناك أشياء كثيرة. أسأل الله يا أبو مريم إن ربنا يحفظك ويصونك. موضوع الست ده نوع من أنواع البشرى الطيبة الجميلة لك، لما أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ده ربنا هيقف معاك وربنا مش هيسيبك، والله أعلم. معانا مروة، اتفضلي يا مروة. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا مروة تمام. أنا شيخ يا مروة مش دكتور، اتفضلي. طيب يا عم الشيخ، معايا رؤيتين. اتفضلي يا مروة ولا مريم؟ مروة. مروة، أول رؤية إن أنا حلمت إن أنا واقفة قدام مراية تمام، وبسرح في شعري تمام، وبحط زيت شعر وبسرح في شعري وشعري زي الطويل تمام. دي الرؤية الأولى. قول الثانية يا مريم. الرؤية يا مروة الثانية إن أنا حلمت إن أنا يعني أنا بنت يعني فتاة، فحلمت إني دايبة بنت بنتي يعني. يعني انت مش فتاة، انك انت بنت غير متزوجة آنسة. آنسة تمام.
فحلمت اني انا جايبه بنت، تمام، معايا بنت وشايلاها يعني كده في حدود يعني 4 شهور او 5 شهور، وحملاها يعني شايلاها على دراعي تمام كويس، وشكلها جميل. ماشي يا مروه، هفسرك يا مروه. ام جبله اتفضلي. ام جبله. الو. ايوه اتفضلي. ايوه سيدة الشيخ، انا كنت حلم حلم كده من فتره. اتفضلي يا ام جبله. كنت حلم ان انا كان معايا ولد اسمه جبله، هو انا معايا فعلا ولد اسمه جبله عنده 2 سنين، تمام، وكنت كده قاعده في بيت وفي سلالم طويله، وجبله ده مشى مني وجري، فانا بقول الحقوه الحقوه يعني في كلاب هتحاوطه، وجريت عليه لقيت الكلاب دي زي خرفان. تمام. بس وبعد كده خدته وحد ودانا يعني كده مكان غريب لبابانا. تمام. هفسرك يا ام جاب الله، اسمعيني من التلفزيون. اتفضلي يا ام مصطفى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام مصطفى. عندي رؤيتين يا شيخ. قولي اول رؤيه يا ام مصطفى، لو كانت قصيره هقول لك قولي الثانيه. ماشي. اول رؤيه حلمتها لاخويا، اخويا ده مسافر ليبيا. ربي حلمته لك. عندي في الحقيقه هو ما بيحبش الحنه. تمام. جيته متحني ولابس غوايش جايبها من ليبيا على اساس يعني يبيعها يستمتع بفلوسها. تمام. ومتحني في ايديه الحنه حلوه عشان هو ابيض، والحنه على كتافه وفي ظهره من ورا. تمام. وفي وقاعد عندي ومكي على السرير، والرؤيه دي كده خلصت. هو متزوج يا ام مصطفى؟ متزوج عنده ولد وبنت. طب قول رؤية تانية يا ام مصطفى. الرؤية التانية دي من زمان حلمت جواميس ما بتجري عايزة تنصحني، وفي صور عليها وفي بيبان مش قادرة تطلع، وبنده على زوجي وبقول الحجم يا احمد، وأنا بنده بكل صوتي بالليل وأقول الحجم يا احمد، والجاموسة عايزة تطلع مش عايزة تطلع مش عارفة تطلع من الذات. تمام. دي ده برضه ده آخرها. هسمعيني من التلفزيون يا ام مصطفى. هو بس للتعريف كلمة تنطحني معناها إن هي عايزة تضربني برأسها كده، نوع من أنواع الضرب للجاموسة. ما نفسر دول بعد كده ناخد الباقي الاتصالات. سريعا سريعا، أولا بتاعت مروة، أول شيء الرؤية الأولى موضوع التسريح يدل على تيسير الأمور. الرؤية الثانية موضوع البنت، وإنك أنت آنسة، أنت إنسانة شريفة وعفيفة، سيحفظك الله من الرذيلة والفاحشة. رؤية أم جبلة، يا أم جبلة ربنا يحفظك أنت وجبلة من البلاء ومن الهم. موضوع الكلاب، هناك بعض الأعداء والحاقدين والحاسدين، ولكن موضوع الخرفان يدل أن هؤلاء الأعداء لا يستطيعون لك الإيذاء، فقول الحمد لله. أم مصطفى، موضوع الأخ أنه متحني، دي مناسبة سعيدة. الرؤية الثانية موضوع الجاموسة، ده ربنا سيحفظك من الجماعة المتخلفين يا أم مصطفى، والله أعلم. من معنا؟ اتفضلي يا رجينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حلمت ان في كرسي وفي عليه رمل كده، وكل من شامل الرمل يلاقي ورق اعمال كده متكلفت كده. ما تلاقي ايه؟ ورق اعمال متكلفت كده زي المثلث كده. تمام. وكل ما شامل الرمل يلاقي ورق. تمام. فجت حماتي شافتني بتقول لي ايه دي، قلت لها شوفي، رحت خدته وديته عند حمايه وجوزي، قلت له شوفوا امك عامله لنا ايه. ما تكملي يا رجينة. ايه كملي انت، ما تقفي ليه؟ نقول له امك عامله لنا كده بوقف الحال. شوف. تمام. ما هي قدام جوزي يا رجينة، انت معاكي مشاكل مع جوزك؟ ايوه. تمام يا رجينة، عليك انك انت تواظبي يا رجينة على قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، عشان ربنا يسلك الأمور، وربنا يبعد عنك الخلافات والمشاكل، وربنا يحفظك من كل سوء يا رجينة. معانا أمة الله، اتفضلي يا أمة الله.
أيوة سمحت يا شيخ إبراهيم، أنا كنت متزوجة وبقالي 7 سنين مفيش حمل وكده. تمام. فحلمت إن ولدت، جبت توأم أولاد، قالوا لي إن هم كتبوهم إبراهيم وخليل. تمام. فأنا في الحلم قلت لهم كنت عايزة نكتبهم عبد الله ومحمود. قالوا لي ليه؟ قلت لهم عشان الرسول قال خير الأسماء محمد وعبد. تمام. فقالوا لي لا، احنا خلاص كتبناهم ابراهيم وخليل. تمام. قالوا لهم خلاص اتكتبوا ابراهيم وخليل. فبعدين خدت ونمت مع السرير وحطيت ايدي على كل واحد فيهم وركيتهم الرقيه، رقيه الرسول عليه الصلاه والسلام للحسن والحسين. تمام. بس كده. يا راح. ها؟ يا أمة الله. معانا عاطف، اتفضل يا عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. سيدنا الشيخ، انا كنت حلمت انني شعري كله بيض. تمام. اما شعري بيض شال من النص وطلع حتت حتت كده صغيره زي المشتل كده بس، ومن النص فاضي. تمام. ده الحلم اللي انا حلمته، وقمت مفزوع ومانيش عارف بقى تفسيره يعني. اسمعنا من التلفزيون يا عاطف. اتفضلي يا هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ ابراهيم؟ الحمد لله يا استاذه هناء تمام. الحلم لاختي هي حلمت ان انا قاعده انا والرئيس السيسي وجنبنا واحده محجبه زي وزيره كده، احنا الثلاثه على يعني ترابيزه كبيره جدا مليانه وليمه. تمام. هو كان بياكل بشراهه واختي كانت قاعده في كرسي اقل مننا شويه، وهو بياكل فاختي بتقطع له فراخ بتديها له يعني. فانا اتضايقت لان انت ما تمديش ايديكي يعني عيب، فبتقول له انت مش عايز تاخد يعني ابره او علاج؟ قال لها لا، ما ينفعش ان انت تديها لي، انا عندي الممرضين بتوعي هم اللي بيدوها لي. فانا قلت لها انت يعني انا بنظرتي ليها عيب ان انت ما تقوليش كده. هو بيقول لها دي يعني دي عفه ان انت ما ينفعش ان انت تديني حاجه زي كده. وكل الناس اللي كانت قاعده واللي كانت بره كمان كان عدد كبير كانوا هياكلوا بعد ما هو ياكل بس. وانا انسى. تمام يا هلا، اسمعنا من التلفزيون يا هلا. اولا أمة الله، موضوع الولد ربنا سيمن عليك يا أمة الله بالحمل، انت متوقفه من 8 سنوات، اسال الله ان يمن عليك بابن صالح. وكلمه ابراهيم وكلمه خليل ده يدل ان ربنا سيحفظك كما حفظ سيدنا ابراهيم عليه السلام. موضوع الاسمين اللي هما مرضوش بيهم ده يدل ان ربنا سيغير لك الحال من الاحسن للاحسن والافضل للافضل والاجمل للاجمل يا أمة الله. موضوع عاطف، موضوع الشعر الأبيض، أنت تعاني من بعض المشاكل يا عاطف، أو النكد أو الهم أو الغم، أو هناك أمور واقفة في حياتك، لأن الشعر الأبيض بعض الأحيان يكون غير محمود وبعض الأحيان يكون طول عمره يا عاطف. بالنسبة لهناء الرئيس السيسي، أولا الرئيس السيسي حاكم البلاد اللي يشوفه في المنام رفعة وسمو وشأنه طيب وشأنه جميل. كلام الأخت وحديث الأخت مع حاكم البلاد ورئيس الجمهورية يدل ان الاخت ملهاش حكمة ولا ليس عندها الخلفية بالتعامل مع البشر. في امور في حياة الاخت تحتاج الى تعديل والى فهم. وان ربنا سيفتح لك ابواب الخير وطرق الخير، كلمة عبد الفتاح. الشيء الثاني، ما قاله رئيس الجمهورية او ما شابه ذلك سيحفظه الله من البلاء وسيحفظه الله من النكد. اسأل الله جل وعلا ان يحفظ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعني من الأعداء والحاقدين والحاسدين والمتآمرين، والله أعلم. أم صالح، اتفضلي يا أم صالح. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. السلام عليكم. لو سمحت وطي التلفزيون يا أم صالح لو سمحت. كذا حلم معايا، بس في حلم يعني حلمين إن أنا شلت شعري. وطي التلفزيون يا أم صالح، يا أم صالح وطي التلفزيون عشان تسمعينا. حضرتك سامعني كده؟ سامعك. شعري دوت حلمت فيه ان انا قاعده ومتجمعه مع ناس كده قاعدين عارفاهم، شعري ده من النص لقيته اتشال وماسكاه في ايدي. يا ام صالح. ايوه. انت في الحقيقه ما تقولي بشعرك ولا متحجبه يا ام صالح؟ لا بتحجب. ما تحجبي. متحجبه. يا ام صالح. ايوه. ما تحكيش مع حد في الخصوصيات اللي ربنا ادهالك. او انت عندك خصوصيات ما تحكيش قدام حد عشان الشعر بتاعك ما يقعش. مش هو اصلا شعرك يقع في الحقيقه
مع ان من الممكن يقع، يعني من الممكن ان شعرك يقع، ده مش شعرك بس، ده شعرك ودروسك، وممكن ياتي اليك التعب في الاذن او في العين او في الرجل. ما تحكيش على الحاجه اللي ربنا اديها لك وبعض النعم اللي اصلا موجوده فيك لا تحدثي بها احد يا ام صالح، والله اعلم. اتفضلي يا استاذه هناء. استاذه هناء انت رحت فين يا استاذه هناء؟ اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ماجده، انا ماجده مش هناء. اتفضلي يا استاذه ماجده، هم قالوا لي هناء. اتفضلي يا استاذه ماجده. بص حضرتك، انا حلمت من كام يوم كده بوالدي، ان انا كنت طالعه في على سلم، في سلم عماره كده، وكان والدي متوفي، كان والدي واقف في طرقه، في طرقه السلم، فوانا طالعه كان واقف بجنبه، فاتخض ما لقاني طالعه، اتخض كده. فانا رحت ايه قلت له ما تتخضش يا بابا، ما تخافش، ورحت ايه سايباه وطالعه لغايه السطح، لقيت مرات اخويا اسمها فاطمه واقفه في السطح ده، وفي فار بيجري، فهي عايزه ايه تقتله، فانا بقولها ما تموتهوش. المهم راحت ايه سمعتش كلامي ودست عليه، وكانت لقيت بق الفار مفتوح كأن حاجه فاتحه بقه كده، زي اللي هم الحاجه اللي بيحطها دكاتره السنان في البق عشان يعملوا السنان وكده. فانا لقيتها دست عليه وقعدت تدوس برجلها، تدوس برجلها لغايه لما الفار ده مات. فانا كنت بخبي وشي لان مش عايزه اشوف، بس شفته وهو ميت وهي دايسه عليه. بس يا شيخ ده يدلل يا استاذه ماجده ان في حد متسلط على اقدار البيت. طب حضرتك انا هقفل واسمع حضرتك من التليفون. تمام اقفلي. هو في حد يريد ان يعرف اخبار البيت، وممكن يكون من داخل البيت، في حد عايز يعمل مشاكل او عامل مشاكل. اسال الله ان ربنا يحفظكم جميعا. ده مش انت بس يا استاذه ماجده، ده كثير من البيوت، وكثير من البيوت ياتي اليها الخراب والدمار والمشاكل والطلاق. عشان ايه؟ عشان الناس ما تسيب مجال لبعض الناس تدخل في حياتها. ونحن معاه اتصال يا جماعه، لا فيش اتصال حاليا. ليه المشاكل ما تكتر؟ وليه الطلاق ما يكتر؟ مين معانا؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ ابراهيم؟ الحمد لله. انت مين؟ نجوى من جنا. كل سنه وانت طيب. صحه وسلامه يا استاذه نجوى. عندي رؤيتين. اتفضلي، عشان انت من هنا اقول لك اتفضلي. ماشي يا شيخ ابراهيم، شكرا. امي حلمت ان اختي تزوجت جوزها. لا لا يا نجوى كلميني بالراحه عشان افهمك يا نجوى. امي حلمت اختي تزوجت جوزها. تزوجت ايه؟ زوجة؟ تمام. وعمها، عمها المتوفي جاب لاختي، جاب لها فساتين كتير يعني. تمام. بس على كده وخلص الحلم على كده. ده اولا اختك دي عمرها طويل، ستعيش عمرا كبيرا، والزواج من الزوج ده يدل على خير عظيم جدا سيكون لهما في الايام القادمه. هي اختك دي معاها اولاد؟ ايوه معاها ولد ومعاها ثلاث بنات. سيمن الله عليها بالحمل مرة خامسة، والله أعلم. شكرا يا نجوى. نرجع لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في ناس، والله يا جماعة في إنسان أو إنسانة. ناخذ أم أيمن بعد كده أتكلم على رؤية النبي. تفضلي يا حجة أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حجة. والله أنا حلمت إن جوز بنتي لابس ثلاث غوايش، اتنين ذهب وفي النص واحدة فضة. هو بيصلي يا حجة؟ ده بيصلي بيعبد ربنا. معاه أولاد؟ ومعاه ولدين وبنت. تمام كملي. والنهارده حلمت ان جزمته مقطوعه. اولا الغوايش اللي انت شفتيها، اسال الله ان ربنا يحفظه من النكد. ايوه، لان الظاهر هو مصاب بنوع من انواع الحسد. ايوه. موضوع الجزمه اللي هي مقطوعه،
ده هناك امر في حياته هو اصلا ينقصه، ممكن يكون تعبان او مريض او يعاني من تعب. ايوه صحيح ولا مش صحيح؟ ايوه هو تعبان فعلا. بس كده هو يعاني من ازمه او يعاني من حاله صحيه، اسال الله جل وعلا له بالشفاء. يا ريت توصيه حجه انه عليه ان هو يطلع صدقه لوجه الله بنيه الشفاء، والله اعلم. معانا حد؟ نكمل رؤيه النبي عليه الصلاه. ام من عاطف اتفضلي. يا ام عمرو. الو. اتفضلي يا ام. أيوة. عمرو. ايوه يا عم الشيخ. اتفضلي. انا حلمت وطي التلفزيون يا ام عمرو عشان نسمعوك يا ام عمرو. حلمت ان انا كنت حامل، في الاصل انا مش حامل. تمام. وبعدين جوزي طلع يجري بيا وقعد يجري في المستشفى يقول انا معيش فلوس اولدك، وطلع يستلف فلوس، وكنت انا ايه يعني ايه حامل. فكان معايا بنت صغيرة سابها مع ناس قالوا خلي بالك منها لما أشوف مراتي بس إيه في المستشفى فوق. فهو لقيت واحد خد بنتي وإداها لمراته وخد وبنتي. فلما جوزي يلم الفلوس والناس بقوا يدوله فلوس وهو قاعد يقول ادوني فلوس هولد مراتي. فلما الناس لموا له فلوس وإداها له، فانا الوجع اللي كان في بطني راح والولاده راحت، بس اهم حاجه قعدت ادور على بنتي. فالراجل اللي خدها قال لي ده انا سايبها مع مراتي بره. فرحت لقيت الست ديت مع قاعده بنت ثانيه على رجلها، وقلت لها هاتي لي بنتي. قالت لي دي بنتي. قلت لها لا دي مش بنتي، حرام عليكم، ده بنتي عندها القلب، حرام عليكم. راح الراجل قال لي طب بنتك عندها القلب، طب خش خديها من جوه. دخلت جوه لقيت يعني رامينها تحت سلم كده ومتقطعه زي الفرخه ومرميه تحت سلم، وانا قعدت اعيط في الحلم ومنهار. هو جوزك بخيل ولا كريم معاك يا ام عمرو؟ لا والله جوزي مش بخيل، هو كريم، بس العمليه يعني الظروف ضيقه معانا شويه. تمام، يعني ظروفه لا تسمح. اه، ما هو عشان كده ما قدرش يدفع الفلوس وكان جالس وما ياخد الفلوس من بعض الناس، يقول أيوة. ان هو يعاني من ازمه او يعاني يعني من كرب شديد. اسال الله جل وعلا له بتفريج الهم وتيسير الامر. موضوع البنت موضوع القلب، انت سيحفظك الله من النصائب والاحزان والاوجاع والالام، فقول الحمد لله يا ام عمرو، والله اعلم. معنا هدى، اتفضلي يا هدى. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا هدى، انا شيخ يا هدى مش دكتور، اتفضلي. اهلا بحضرتك. شفت رؤيا كده من حوالي يعني 4 سنوات كده، ان انا والدتي في مكان وفي صندوق خشب بنطلع منه هدومنا، وكان في شخص قاعد، فبقول له لو سمحت مكاننا فين هنا، فمد ايده وصور لنا على المكان واسع وكبير، فقلت يا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا هدى. ايوه بس كده. ايوه انتهى الامر. وكنت شايفه والدتي في سنها صغير. تمام. اه، هي والدتك على ثانية. دقيقه. أيوة. يا هدى. هدى. ايوه برا. ايوه هي والدتك على قيد الحياه. ايوه متواجده. اه، اسال ربي يطول. أيوة. في عمرها يا هدى. موضوع الصندوق سيمن الله عليك بامر ثمين وغالي ونادر وعظيم جدا. موضوع القماش ربنا هيسترك ولن يفضحك ولن يخزلك. موضوع النبي عليه الصلاة والسلام يا هدى، يدل إن النبي يرضى عنك رضاء طيب ورضاء جميل، أو سيرضى عنك رضاء عظيم جدا يا هدى، والله أعلم. من معنا؟ أنا مش سامع. أسماء معنا؟ تفضلي يا أسماء. أيوه. أيوه تفضلي. الحمد لله. الحمد لله يا أسماء. تمام. اتفضلي. اول حلم ان انا حاولت ان انا اطلع على السلم وما بالفعل حلم. يا اسماء الخط مقطع يا اسماء، ما سمعش حاجه منك خالص. اسماء تواصلي معنا يا استاذه اسماء. في بعض من الناس يقول لك والله انا ارى في منامي رسول الله يوميا، ولكن عددهم قليل جدا جدا.
معانا ام مصطفى، اتفضلي يا ام مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام مصطفى. يا شيخ. نعم. انا حلمت حلم، كنت لسه حكي لك حلمين وفسرتهم لي. وحال ما حلم من فتره كنت راح ازور في الكعبه. تمام. وانا بلف هناك عشان ادور على الحمامات عشان اتوضى، وفي سور عالي حوالين مسجد الرسول هناك وصجر عالي اول مره اشوفه، وفجاه لقيت الساحه نصها حلو ونصها وحش، وما رحت غسلاها، ورحت واحده قاعده هي وبنتها كده غلبانه، ادت لها حته وادت لبنتها حته، وواحد عيل لقيته غلبان ادت له حته وانا اكلت حته، بس القلب بتاع التفاحه كان عامل زي البسته البيضه. وبعد كده لقيت واحده تاني سليمه، رحت شلتها قلت لها ناكلها مره تانيه، وفضلت الف ادور عشان اخش عايز اتوضى عشان اصلي، وخلص الحلم على كده. ده يدل يا ام مصطفى ربنا هيجعل في حياتك الامن والامان والاستقرار وراحه البال، وان ربنا هيمن عليك بالرزق الطيب والجميل الحلال. الحته اللي انت كنت تديها دي حته وحته 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 وذكرتها حتت اللي هي قطع، وانت انسانه كريمه تحب الكرم وتحب الجود، ليس انسانه بخيله او شحيحه يا ام مصطفى، وسيمن الله عليك بالخيرات والبركات من رب البريات والله اعلم. اتفضلي يا ام اياد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكفي وطي التليفون يا ام اياد. ماشي حاضر. الناس مش بسمع والله العظيم. حلمت حضرتك نعم بان حمام توفي و الو معاك سامعك. وان هو قاعد على قعده الحمام وان ابنه الكبير كل شويه بيكفنه، وكل ما يجي يصحى يجي يخش على يصحى يروح يجي يروح ماشي ما يرضاش يكفنه، ويجي يجري ورايا، وراح عدينه هو في الحقيقه ميت، راح جري ورايا وراح عدني من كتفي، ورحت قلت له طب انا عملت لك ايه؟ راح قال لي انت كنت بتخدميني وكل حاجه، ويجري ورايا وراح حاططني، وراح يجري تاني يقعد على القعده، وابنه انه حاطه على على مفرش احمر وعمال يكفنه، اول ما الاقيه يصحى يروح سايبه وماشي، ويرجع يقول لا لما يموت ابقى اجي اكفنه تاني على قعده الحمام. هو في خلافات بين الاخوه ولا حاجه مشاكل؟ في مشاكل بيتخانقوا على البيت. بس كده. هو زعلان زعل شديد لان هم في خلافات بينهم والله اعلم. معانا ام احمد من اسكندريه. ألو. ايوه اتفضلي. زوجي حلم ان هو واحد صاحبه اسمه محمد عبد الباري بيديله 5000 جنيه، فبيقول له بتوع ايه دول؟ قال انا كنت واخدهم منك. يح واخدهم منه بس. ده يدل ان في خير ربنا هيديه الى زوجك احمد حياه محموده طيبه جميله، كلمه عبد الباقي، هناك اشياء وخير فاز زوجك سيكون له في الايام القادمه 5000. ربنا هيجعل ايام زوجك ايام مباركه طيبه جميله ونوع من انواع الرزق والله اعلم. وفي ناس ما تشوف النبي كل اسبوع، في واحد يشوف النبي كل سنه، وفي ناس لم ترى في منامها رسول الله على الاطلاق عليه الصلاه والسلام. معانا زينب، اتفضلي يا زينب. انا السلام عليكم. وعليكم السلام. حلمت ان انا حامل 8 اشهر وانا لسه يعني ربنا ما غرقش بالخلف. تمام. وعايزه وفرحانه يعني ان انا هنقول لعماتي وخالاتي ان انا حامل يعني. ده ربنا حمن عليك بالانجاب يا زينب، ربنا مبشرك في المنام ان ربنا هيكرمك بالحمل، فقول الحمد لله والله اعلم. اتفضلي يا ام سعاد. ايوه السلام عليكم. اهلا بك يا ام سعاد، واهلا باهل حلوان الكرام. الله يخليك. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله يا ام سعاد. الحمد لله. انا حلمت حلم ابويا متوفي، والدتي متوفيه، واخويا متوفي عليهم رحمه الله جميعا عليه. فجت حلمت اخويا جالي في الحلم لابس الجلابيه وجاي، قام بيقول لي يا ام سعاد، بقول له نعم، بقول له امك
تعبانه. قمت له بقول له انت، طب انت ما وديتهاش للدكتور ليه؟ قال لي انا لسه هوديها. تمام. فهي كانت تعبانه، فجت على كده وقفت. اما الوالد راح فين؟ انت قلت الاخ اللي متوفي والام المتوفاه والوالد متوفي. ما هو انت ما حكيتش حاجه عن الوالد ابدا في المنام. لا ما جاش الوالد، ما جاش. اللي جه اخويا وامي. ما انت في الاول ما تقولي ليه ان الاب متوفي، ما كنت ذكرتيه من اساسه. طب ما هو الوالد متوفي اخر. ما هو مش موجود في المنام يا ستي. ما جاش في المنام. لا هو اللي جه اخويا ومامتي. هو انت هتذكري لمعاز الاموال بتاعت الاسره كلها؟ لا. وبعد كده تقول الرؤيه، انت هتحكي الرؤيه اللي هو الموجود بس كده. اه هي الموجود في المنام الاخ والام، لكن جبت الاب منين؟ هفسرك ان شاء الله. اسمعينا من التلفزيون ده حي تخلي والله العظيم العقل يشت دي. المهم الاب الاخ في راحه في سعاده في نعيم وفي الجنه يمتع عند رب العالمين. الام محتاجه دعاء ومحتاجه صدقه. بالنسبه للرؤيه دي احكي لكم على حاجه سريعا جدا، سامحني يا مخرج. مره واحده مسالني تفسير المنام، ما تقولي ده امي رات في المنام رؤيه. امي رات في المنام رؤيه. قلت لها احكي الرؤيه. حكت الرؤيه، الرؤيه كلها حوالين الام فقط لا غير. فسرت لها المنام للام كذا 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 كذا. تقول لي طب وانا ترتيبي ايه؟ انا ماليش حاجه. اقول لها ماليش حاجه. ومين شاف المنام؟ تقول لامي. طب انت كنت موجوده في الرؤيه؟ تقول لي لا. طب انت ليك تفسير ليه اذا كان هي الام هي التي رات المنام وكل الرسائل موجوده على الام؟ لا انت شفت المنام ولا موجوده في الرؤيه، يقول كيف لك تفسير؟ اسال الله جل وعلا ولكم الهدايه والله اعلم. مين معانا؟ في حد معانا على التليفون؟ هو المخرج نام ولا ايه؟ ايوه معاك. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا بحلم على طول تعابين طايره ورايا وبتقضي فيا. بس كده؟ اه بس كده. انت ما تصلي؟ ايه؟ انت ما تصلي؟ ما تصلي؟ ايوه نصلي. ما تصلي صلاه مظبوطه ولا كده؟ بس ساعات نبطل وساعات نصلي. ما هو كنت انت ما تصلي على سطر وسايبه سطر. اللي لازم تشوف الثعابين وتشوف الاسوده وتشوف الحيوانات المفترسه. لكن انت لو قريبا ربنا وصلي الصلوات المظبوطه وصلي الصلوات في يعني في اوقاتها وتكسري من الاستغفار والصلاه على خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام لا حتشوفي ثعابين ولا حيوانات مفترسة ولا حشوف كوابيس والله أعلم. ماشي شكرا. تؤمرين أمر. من معانا؟ اتفضل يا باسم. الله يخليك يا عم الشيخ. ممكن حضرتك بس يعني مش منام ولا حاجة، بس أنا حضرتك يعني أنا خطبت مرتين. تمام. ومن ضمنهم الناس مش سايباني في حالي. يعني انا ممكن كنت شايد شويه كده مثلا، يعني ربنا هداني وراجل شغال في الصحراء وكده. تواصل معانا يا باسم. اسال الله جل وعلا يا باسم ان ربنا ييسر لك الامور وان ربنا يجعل لك من بعض العسر يسر ومن بعض الضيق يكون لك الفرج والله اعلم. من معانا؟ اتفضلي يا مريم. مريم من القاهره اتفضلي. حلمت ان انا كنت باصه في المرايه. اه. وببص على اسناني لقيت سناني اللي تحت مفوته. يا سلام. فانا بجيب الفرشه وعايزه اغسلها عشان تنضف فغسلتها. تمام. فبعدين ببص في المرايه لقيتها برضو لسه ايه ما نتفتش. تمام. فقلت لا انا لو ما نتفتش انا اروح عند الدكتور. وجبت اللبانه وما بين سناني وبقيت ايه بنضف بسناني باللبانه. تمام. ده حلم. حلم تاني ان انا كنت عند يا مريم. دقيقه يا مريم. يا مريم انت انسه؟ اه انسه. تمام. امورك معطله بالنسبه للزواج يا مريم؟ هو انا لسه يعني عندي 18 سنه. اه اسال ربنا ييسر لك الامور يا مريم، ولكن عليك انك انت تحافظي عشان ربنا ما يعطلش الامور بتاعتك
بالمعزتين والإخلاص وآية الكرسي يا مريم. ماشي. حلمي تاني ان انا كنت عند البقال وحيرانة اشتري ايه بالظبط، فاشتريت من عند البقال ازازة مية كبيرة وازازة حاجة ساقعة وعروسة وبسكوت. تمام، ربنا يجعل حياتك فريش يا مريم، يعني حياة طيبة جميلة سعيدة. ربنا يسعدك ان شاء الله يا بنتي والله اعلم. معانا ام احمد، تفضل يا ام احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا ام احمد، انا ابني اتفضل يا ام احمد. بيحلم ان هو اخته ولدت. تمام. ايوه، وخاله، احنا ما بنتكلمش خاله بقالنا كتير، فخاله واقف معانا. وطي التلفزيون يا ام احمد عشان نسمعك جيدا يا ام احمد. تمام. بس كده؟ ايوه. ده يدل ان ابنك ربنا هيسعده بامر من الامور، في امر من الامور ربنا هيسعد ابنك بيه يا ام احمد والله اعلم. معانا ابو عمرو، تفضل يا ابو عمرو. انا حلمت ان انا عندي شابه بقر سمراء بعلفها. والعلف باين كده كانه حقيقي، وبعدين اتبدلت ببقرتين حمر معورين بعض. معورين بعض؟ معورين بعض. اي تمام. وباين عليهم النحافه كده يعني. تمام. انت ليك اخصام يا ابو عمرو؟ ليه ايه؟ اخصام اعداء؟ والله من اهلي يعني. والله اللي مش هقول لك الاخصام، اللي هم الجماعه اللي تزعلان منيهم. أيوة. او اللي هم مدقينك وما. أيوة. شابه حضروا ببعض، وربنا ما يقول في القران ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم البقرتين البقرتين اللي ضربوا ببعض يا ابو عمرو والله اعلم. اسال الله ان ربنا يحفظك ويصونك ويرعاك، وكنا معكم في أجمل وفي أعظم رؤية، وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأننا جميعا نحلم برؤية النبي. النهاردة حضرتك أو ما تجي تنام تتوضح وتصلي ركعتين كده، وتشتغل في الاستغفار حتى لو 100 مرة، وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو 100 مرة. أول ما تنام لو أنت نقيت وصفيت القلب وأصبح القلب نقي صفي طاهر، سترى في منامك رسول الله والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.